خلينا ننتقل للمحطة. فإذن عارضة أزياء سنة 1997 كان عمرك هون 17 سنة نادين، كان عندك ابنك مارك وكنت متزوجة وقتها من السيد حاتم حتشيتي. موجه له تحية وألف تحية، هيدا سند كبير كمان. خلينا نحكي بصراحة، يعني بهالفترة بسنة 1997 النظرة لعارضة الأزياء ما كانت كتير إيجابية بمجتمع شرقي محافظ، كيف قدرتي تواجه المجتمع؟ كيف قدرتي تاخدي هالخطوة؟ جورج كان ما حب الموضوع، مع أنه هو جورج اللي أخذني على الدعايات، كان هو وكمان رولا شامية صديقة العائلة والعمر، بس شفتني قالت له هيك أختك شكلها، قومي قومي. انا بحضر اسال شيء، كانت قومي قومي قمنا رحنا عملنا كاستنج وبلشنا دعايات. بس وقتها فتت انا مش فاهمين اللعبه بالمره. تفاجأتي؟ مش تفاجأت من الاسئله ومن انه عم تعرض ازياء، عم تعرض انه شو عم تعرض، عم بطلع البس. ونظره اهلك بالبيت كيف كانت؟ ما هي اول شيء هي لما زعلوا انه ما بدنا نادين تروح على محل انه عنا عائلتنا وعنا ما بعرف شو، وفي علامات استفهام، مدري شو علامات استفهام، لانه كمان لو اهلي كانوا ربيانين ببيروت ما كمان. وانتبه مع انه بابا وماما ممثلين مع ابو ملحم وام ملحم ايام تلاليبان وعندهم مشاهد وتعرفوا على بعض بالتلفزيون، عرفت؟ بقى بابا منه حدا، بالعكس فنان، شاعر، ملحن، بدق، خيي بغني، ماما ممثله. ودور الزوج وين كان هون؟ شو كان موقفه لما دخلتي على عرض الازياء؟ لا حاتم ابدا ما حكي شيء، نو 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 ابدا، لانه حاتم عرفني كمراه. يعني خيي بالنسبه له غير، دايما خايف هيدا الغير. حاتم اكتشف هاي المره اللي فيه، سو شفت انا على قد، اكيد دعمني لانه قد حالي كثير، حدا ما بعرف كيف شغلوني صراحه. خلال هالفتره نادين من حياتك شاركتي مع عدد من الفنانين بفيديو كليباتهم، ومن بيناتهم الفنان اللبناني فضل شاكر. اليوم بكل صراحه نادين بتلغي هالتجربه مع فضل من كتاب الشهره الخاص فيكي ام بتحافظي عليها؟ تقدر تلغي فضل من ذاكرة الناس الموسيقية وأعظم العظماء؟ بس ولكن اليوم الظروف بتغير أحكامنا. لا، ولا بقدر رجع اللي مات، ما يعني هيدي الواحد بيقولها جست ليقولها. لا فيني ألغي هالذكرى ولا بدي ألغيها أصلا، بس في حال، ولا فينا نرجع الشباب اللي العسكر الجيش اللبناني اللي مات، الحادثة اللي صارت بمعارك عبره 100%. وأنا ليك بكل صراحة بعد يمكن بوقتها وقلت أنه أنا بكرهه، لما طلعت اول مره على قلت لهم مين بتكرهتهم؟ فضل شاكر. تعتبي عليه بعد اللي عم شوفه بالبلد ولوين وصلنا؟ كل مين بده يغلط لازم يتحاسب اكيد، بس انا لما شخص ما فيك تجيبه وتحقق معه على عيون العالم كله وبرقبته فيه 400 و500 ألف قتيل وقتيل ببيوتهم عايشين عم بينازعوا ليتنفسوا، فما بقى من حقك تجي تقول لي فضل وجورج راسي عم المسكن مدري وين قوص فكروا عم قوص على فلان. رح بحياه امكم يعني يا مشوا على الكل، لانه ما بقى لي عين، ما بقى فيك. يعني انا اول وحده قلت اذا لاحق والله شنق المجرم لما بده يطلع معه بدي جاردية على تحقيق ويفل، والمعتر يلي بيخاض هفوي او خطا معين ببرين ووش معين بدين تشويه لدين معين، شخص بهالعظمه اخطا بعد 10 سنين و15 سنه، يعني ما في، يا بدي حاكم الكل يا اما ما فينا نحمل الشنار على ناس وناس. يعني كانوا اليوم عم بتطالب بعفو عام، عفو عام اللي برا، اللي برا اخطر من اللي جوا. انا اليوم اللي بدي اجي اقول لك لا امبلا اذا عليه حق اعدموه. طيب وليه ما بطلع بقول لك عن رياض سلامه وعن هالاسماء؟ يعني مع حفظ الالقاب ما بعرف اذا بعد عندهم القاب. سو ليه؟ ما في شك نادين انه انت عندك مواقفك الخاصه وانت بتتبني كل شيء. انا بتاكد لا ما تخافوا، ما تخافوا ابدا من هون على الحبس.